أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. رح نروح على واحدة جديدة اللي تحكي على الفيد ستافس. على الفيد ستافس في عنا مصطلحين رح نحكي عنهم، اللي هو فيد والفيد ستافس. فيدز are naturally occurring ingredients or material fed to animals for the purpose of sustaining them. المقصود فيها natural occurring هي عبارة عن المحتويات أو المواد التي يتم إطعامها للحيوانات. لكن عند الفيد ستاف is any product of natural or artificial origin that has nutritional value in the diet when probably prepared. إذا الفيد ستاف هي عبارة عن منتج إما بيكون طبيعي أو صناعي اللي ممكن له ذات قيمة ويتم إطعام الحيوان. إذا feeds and the feeding، إذا كلمة feed كيف نحكي nutrition nutrition للإنسان، نحكي feed للحيوان. إذا feeds and the feeding of animals an important aspect of livestock production. This presentation addresses the categories of feedstuff. الفيد ستاف an ingredients or material fit to animal for the purpose of sustenance. إذا شو الفيد ستاف؟ هي عبارة عن ingredients، وكانت ingredients هاي المحتويات تحتوي على natural أو artificial ingredients or material fit to animals تم إطعام الحيوان for the purpose of sustenance. Provide one or more nutrients. على الفيد ستاف مقارنة مع الفيد، الفيد ستاف is not normally fed by itself but is mixed with other feed stuff to formulate a feed. هلا بس نعمل feed، نعمل بسموها الفيد راشنز، نعمل وجبات غذائية للحيوان، يتم هاي الوجبة الغذائية تحتوي على مجموعة من الانجريدينتس المحتويات. هاي الانجريدينتس اللي تشمل الوجبات الغذائية قد تحتوي على اللي هي الفيد ستافس، قد تحتوي على مكونات هاي الانجريدينتس، تحتوي مثلا على الكورن، تحتوي على الصويا بين، تحتوي على سيسي ميل، تحتوي على البارلي، تحتوي على ايضا تحتوي على فيتامينز، تحتوي على مينرالز، ايضا ممكن تحتوي على فيد اديتيفز، اضافات علفيه، بسموها هاي كلها بسموها الانجريدينتس. هذا الحكي مشان نعمل ايش؟ فورموليشن. فورموليشن يعني تركيبه او وجبه غذائيه من اجل طعم الحيوان. هذا الحكي بيكون موجود كلياته في الكونسنتريت، العلف المركز. الكونسنتريت العلف المركز يحتوي على بتكون عمليه الفورموليشنز مشان تكوين اللي هي الانجريدينتس للفيد. Feed stuffs are the ingredients in the diet of an animal. If you were to read the labels on a bag of dairy cattle food, you may see corn, wheat bran, soybean meal, sorghum, premix, vitamin minerals. هلا إذا جينا نظرنا للكيس، كيس العلف مثلا، من أجل نشوف محتويات هذا الكيس، بيكون على الليبل موجود عندي الفيد ستافس، ممكن تحليل هاي المكونات اللي دخلت في الخلطة العلفية. مثلا معطيني الصويا، نسبة الصويا اللي تم إضافة الخلطة العلفية مثلا نسبة 15%، السورجم، الذرة مثلا، القمح، كل واحدة بيعطيني نسب معينة قديش تم دخل مكونات غذائية على الكيس على الليبل. أيضا قديش احتوي هذا الكيس على نسبة الفيتامينز، قديش تم حط مينرالز أيضا. هاي بسموه اللي هي بتكون موجود على الليبل ك دليل قديش هاي الانجريدينتس موجودة على الكفيد ستافس، قديش موجودة على وين؟ على الكيس نفسه. Any of these feed stuffs alone would not provide the nutrition your cow needs, but together form a healthy meal or feed for your cow. شيء طبيعي هاي الفيد ستافس ما يكون اطعام حتى يتم اعطاء اللي هي الاحتياجات بالنسبة للحيوانات والأبقار، يجب هاي الفيد ستاف اللي هي بتكون كومبينيشن توجذر،
يجب أن تكون اللي هي بتكون متحدة مع بعض حتى يتم الحصول على الطاقة، على الأمينو أسيدز، على الفيتامين، على المينرالز بشكل كافي لاحتياجات الحيوان، سواء كانت الأبقار أو الأغنام. فهي مهمة جدا هي معرفة قديش اللي هي يجب وضع الفيد ستافز كمكونات وتشكيل تركيبة على فيه من أجل الحصول على احتياجات الحيوان. فيد ستاف is considered to be one piece of a complete rations. إذا بس نحكي على complete ration بنحكي على وجبة غذائية متكاملة، يجب هاي الوجبة الغذائية تحتوي على مختلف الفيد ستافز، سواء كانت الفيتامينز، مينرالز، رفج، كربوهيدرات، تحتوي على البروتينز. الفيد ستافز نحكي على على المكونات الغذائية، الكورن، ويت بران، خالي مثلا القمح والشير وهكذا. A feed may be fed by itself or may be combination of feed stuffs. بس نحكي كلمة feed، feed مصطلح، feed مصطلح زي نحكي مصطلح nutrition، feed المقصود في التغذية. Feed stuffs المكونات تدخل في الفيد. The word feed is often substituted for feed stuff. ممكن في ناس بيقولوا feed stuff، في ناس بيقولوا feed. وهي مصطلح feed and feeding، feed مصطلح التغذية و feed stuffs المكونات بتدخل فيه الغذاء ال ingredients. feed stuff categories، هذا الفيد stuff ممكن يحتوي على roughages. roughages مقصود فيه المادة المالئة زي القش، silage، concentrates مركزات، supplements الإضافات، والfeed additives، feed additives supplements. Supplements like vitamins, minerals. Feedstuffs can be broken into four categories. Roughages are used in large quantities in ruminant diets. إذا الروفيجز اللي هي المادة المالية مشان الحيوان يحصل على الألياف، حتى إنه تعطى الحيوان بكمية كبيرة جدا بالنسبة للمشترات. Concentrates have a greater nutrient density per volume of food. إذا concentrates اللي هي المركزات اللي بتدخل فيها الانجريدينتس المحتويات زي الكورن والصويا بنحط في نسب معينة مع الفيتامين مع المينرالز بسموها concentrate. Have a greater nutrient density have a greater nutrient density per volume of food than density بالنسبة لـ bare volume of weight. Supplements and feed additives are used in small quantities to provide missing nutrients or to modify our rations. إذا supplements زي مثلا minerals, vitamins والfeed additives يتم إضافتها في الكونسنتريت أو في الوجبات الغذائية بشكل بسيط جدا حتى provide missing nutrients or to modify our rations. نيجي واحدة واحدة اللي هي رفج. Feed stuffs that are high، شو المقصود بالرفجز؟ هي عبارة عن feed stuffs that are high in fiber، بتكون نسبة الألياف فيها مرتفعة جدا and low in nutrient density. إذا low in nutrient density and high in fiber. وهي شو بتعمل؟ هي بتعمل بلقي، بلقي بتعمل إشباع للحيوان. بلقي ليش؟ لأنها تحتوي على الفايبر ألياف. Utilized primarily by ruminants and pseudo ruminants، ممكن استغلالها بشكل أساسي للرومينانس وبسيدو رومينانس. حكينا شرحنا قبل اللي هي رومينانس مشترات واللي هي المشترات الكاذبة زي الهورس الأرانب. كومن سورس، طب هاي مكونات الرافجز إما بتكون الهي سايلج باستشور، باستشور الرافجز مثلا مراعي، سايلج سيلاج، وأيضا الهي القش. إذا هاي هي مكونات اللي هي الرافجز. Roughages are most commonly used in ruminant diets, monogastric animals such as pig and dogs don't have the ability to break down the tough cellular walls of the fridge during the digestion.
The hierarchies are most commonly used in أكثر استخداماً بره من المشتريات. مونوجاستيك أنيمالز حكى المونوجاست مستخدمها زي إيش؟ زي الهورس والرابط أيضا استخدام. أيضا البيكس and those don't have the ability and the pigs والدوكس فيش عندها قدرة إنها تكسر هاي اللي هي رافجز. ليش؟ فيش عندها اللي هي سليولوز انزيم اللي بيكسر السليولوز. نعم مثل هذا. عندي characteristic of رافجز include هاي رافجز تتضمن أول شي bulk الإشباع low weight bearing of volume serve as good filler تعتبر هي good filler هي مادة مالية. أيضا تحتوي ليش؟ تحتوي أي فايبر ألياف contain more than 18% crude fiber يعني تحتوي على أكثر من 18% ألياف. digestibility الهضمية تعتبر low digestibility due to lignin current may be indigestible in simple stomach. هنحكي هون digestible المقصود في الهضمية وهنا بس نحكي الميز هاي اللي هي الفرجز وجود السليولوز. والسليولوز عند الحيوان يتم هضمه أكثر شيء وين؟ في المشترات. في المونوجاستيك السليولوز بيكون هضمه أقل من المشترات. الهضمية تتحدد بناء على نسبة ارتباط اللجنين مع السليولوز. اللجنين عند الحيوان لا يتم هضمه، واللجنين هو الذي يعطي الدعامة للحيوان، يعني تعطي الدعامة للنبات. كل ما كبر النبات الطبقة الخارجية تعب تكون طبقة وجود بسبب وجود اللجنين. هذا اللجنين يرتبط مع السليولوز ولا يمكن اللي هي عملية كل ما زاد ارتباط اللجنين مع السليولوز بتقل الدايجستبيلتي عند الحيوان. Minerals and vitamins tend to be a good source for calcium. يعني بتم إضافة أيضا في الingredients اللي هي minerals and vitamins زي داي كالسيوم فوسفيت مشان مصدر الكلس. إذا tend to be a good source for calcium, potassium, trace minerals and fat soluble vitamins. يعني بتم إضافة اللي هي fat soluble اللي هي بسموه الأديك أو ديكا fat soluble vitamins. بتم إضافة اللي هي داي كالسيوم فوسفيت مصدر الكالسيوم بوتاسيوم. يتم إضافة البوتاسيوم. إذا بروتين various بروتين varies greatly upon type of roughages. إذا الروفجز أيضا يتم تحديد نسبة البروتين. إذا كل مادة روفجز المادة ما تختلف نسبة البروتين من مادة إلى أخرى. حكينا قد يكون اللي هي روفجز باستشور أو سايلج أو هي. عند مثلا اللي هي رافجز جاي من اللي بتيجي من بقوليات، البقوليات فيها نسبة بروتين مرتفعة، غير بتيجي من وين؟ من نجيليات يعني زي القش أو التبن مثلا، تبن قمح والشعير كثير ضعيف جدا في البروتين، والهضمية كثير ضعيفة، إيه نسبة الجنين كثير مرتفعة من السليولوز، يعتبر 1.5% في البروتين، لكن البقوليات المادة المالئة تعتبر مرتفعة في البروتين. إذا بروتين varies greatly upon type of roughages. Grasses tend to be low in protein. Legumes such as alfalfa are good source of protein. إذا أعلى نسبة في البروتين هي وجود الألفا ألفا التي يتم طعم الحيوانات تعتبر مرتفعة جدا في البروتين، لكن الجراسز زي القمح والشعير تعتبر ضعيف جدا في البروتين. إذا the nutritional quality في الرفج range from very good in young lush growth to very poor in some straw and browse. يعني هو بكل انه تحديد اللي هي القيمة الغذائية للرفج المادة بتكون تختلف ايضا، بس يكون مثلا المادة خضراء مثلا صغيرة او بس تكبر وتصير مثلا بشكل او تكبر وتيبس مثلا. فهون حتى القيمة الغذائية تفترق بالنسبة للمادة المالئة، كل ما كانت مثلا صغيرة وطرية مثلا تختلف ما تكون بشكل كبير أو بس تكبر ليش؟ كل ما تكبر الأعشاب مثلا بتكون نسبة الألياف تزيد نسبة الألياف فيها، وهي صغيرة بتكون اللي هي نسبة البروتين مرتفعة فيها. إذا هنا تختلف from very good in young lush growth to very poor in some straw، يعني straw القش. سترو مثل القش غير ما يكون مثل المادة الخضراء الطرية.
هاي المقصود فيها في هذا المصطلح. نوصل عند اللي هي concentrate. شكرا لحسن استماعكم.